نمشيو للفيديو هانتوما كتشوفوا المشكل ديال الفيستيات راه ديجا يؤرق بال الرئيس باش نتفاهموا معاها. دونك ملي كانت واحد الحلول على مستوى التشكيله وعلى مستوى سميتو راه في اطار معالجه مشكل الفيستيان. غنمشي للثاني اللي هو عفوا الثاني غير باش نتفاهموا الاخوان. الثاني كيهضر على كانت مواجهه ديال البدراوي للصحافه ياك، وتيهضر اليوم على حمايه اسرار المفاوضات. فوالا، وهذه مساله اللي جد جد مهمه، لانه كنا دائما كنديو الثمن ديالها، كتخرج الهضره وكيمشيو لنا الناس وكيديو لنا اللاعبين. غادي نمشيو لها هضرنا على داك ساكو مشاو تيجريو عندو الهيلتون هو اللي خدا احسن هدف، وهضروا معاه وطلع لنا القيمه السوق ديالو. الا قلتيها مشى بحالاتو، وحنا تنقولوا دق والسكات. فوالا، دق والسكات احسن طريقه، ولحد الان الحمد لله طريقه ناجحه. وغادي تلاحظوا الاخوان بانه دوك الصحافه وكاين بعض الصفحات والله الا كيجيبوا لي الضحك، كانت بعض الصفحات وبعض المواقع الالكترونيه ديال صحفيين كاع والله العظيم الى عندهم المندبه طاح عليهم الضيم وطاح عليهم واحد الغبن وطاح ما بقاوش كيجيبوا شي اخبار نهائيا. واحد راه ولا كيشير، واحد كان قريب من الدرجه كان ديما اخبار ما جا عنده ولا كيشير في الاخبار. واحد كان ديما كيستضيف الرؤساء القدام كلهم كيجلسهم وتبدا يفكر لهم تلقى لهم الحلول كاع، وغبر غبر غبره وحده يعني صافي. يعني سير اش نقول لك السي بدراوي، سير الله يعطيك العز، الله يعطيك العز. والله العظيم الا كنا محتاجين شي واحد اللي برد لنا الغديد فيهم راه كانوا دايرين فينا الغده. شكرا لك. اذا الاسرار 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 والدق والسكات كما تيقول. غنمشي دابا للفيديو الاوديو الثالث اللي كيدوي على تيدوي على واحد النقطه اللي هي جد مهمه. الله يرحم الوالدين، علاش ما بغيتش نبقى ندوي على كل شيء، بغيت ندوي على المسائل اللي هي مهمه. غتلاحظوا بانه هنا، وهذه نقطه كنت كنقولها انا دائما، راه وياكم تبقاو تضغطوا على البدراوي باش يجيب اسماء كبيره، الراجل اللي غتخلص في الاخر راه ماشي البدراوي. البدراوي غادي يعاون الفرقه، غتلقى غيسخاب واحد الطريف، نقولوا واحد التولوت كاع غادي يسخابيه. ولكن الا وصلتي واحد لونفولوب ديال 3 مليار، كون على يقين انه الا طال البدراوي غيخلص لك مليار، غيتبرع عليك بمليار، ولكن جوج مليار غتخلصها الراجا. ومنين غتجيبها الراجا دابا؟ دونك الله يرحم الوالدين، راه غتشوفوا غادي يجلسيها في واحد الجواب، وانا هاد الحوايج راه كنشقمهم. شوف سمعوا مزيان، غادي يقول لك بانه واش انا كامبو نجيب لعابه نضيع فلوسي وفلوس الراجا. سمعوها انا غنعاودها لكم. لا لا بلاتي بلاتي عفوا ماشي هذا، لا خلني من هنا. هذا ياك سمعتوها مزيان، علاش غنضيع رزقي ورزق الرانجا؟ غادي نعاودها باش تسمعوها مزيان وتستوعبوها وتستوعبوها الناس اللي كمصدعين على على الانتدابات الكبيره بالاخص. والله العظيم الى زعما خبيزه خبيزه جاب الله لهاد الفرقه هادي، وحق الله العظيم عطاها ربي على قد نيتها. هاد الفرقه عطاها ربي على قد نيتني، انا كنت كندوي على الرجاء شحال هادي وكنت كنقولها بكل شجاعه بان الرجاء الفريق الوحيد. فهمتي
فهمتي الفريق الوحيد اللي هو ما كيعرفش الغش، ما كيعرفش يدير السيمولاسيون، ما كيعرف حتى ملي كيطيحوا كيعاقبهم الاربيطات، كيجي عنده ديريكت هو كيعطي انذار كو كدير السيمولاسيون. فكما قال السي حدراف، زاويه والله الا زاويه، ولكن جاب الله هذا السيد هذا زعما انا شوف راه زعما سد عليهم مزيان. قال لي يعني السيد كيامن بالمشروع ديالو، تيامن باللعابه اللي جاب، تيامن كيحمي التقنيين واللجنه التقنيه اللي جابت هاد اللعابه، وسميتو مستعد ليهم بالمرصاد بالمرصاد. الوغ